سلام، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم حريشه الغارين المعتمدين عندي، وكيجيو بنانين. بسم الله نبداو على بركه الله. عندنا 3 كيسان ديال السميده رقيقه، معلقه ديال الفورص مليئه، نغربلوها، معلقه ديال السنيده، رش معلقه صغير ديال الخميره، معلقه الملح، معلقه ديال الخميره الحلويات، نخلطو النواشف مزيان مزيان، نزيدو نص كاس ديال الزيت، نحركو نبسبسوها مزيان باش تدخل المكونات مع بعضياتهم. من بعد نديرو كاس ديال الماء، نجمعو بالأطراف الأصابع ديالنا. من بعد كنحصلو على هاد القوام هذا، نخليوها ترتاح واحد شوية بما نوجد المقيلة ديالي. من بعد غادي نديرو كويرات ندوزوهم في السميدة، نوضعوه في المقلاه ونبسطو على هاد الشكل، هذا تاخد شكل دائري. نعاودو وحده اخرى، نخليهم حتى يطيبو مزيان عاد نقلبوه. مرة مرة نقلبوهم نشوفو واش طابو من الشيمة، إلا لحد شوية هادي إلا حد قدام الجنة. الأطراف
هي النتيجه النهائيه ديال الحرشات اللي وجدت اليوم معكم. نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم، ما تنساوش تدعموا القناه ديالي وتبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم. نتلاقاو من بعد ان شاء الله. سلامه.